خدماتي وكذلك تحسين الوزارة، حيث قمنا بتوضيحه التي أقيمت بإشراف وزارة الشباب والرياضة التي أبدتها اللجنة، واستطعنا تسوية هذه الأمثل باحتياجات الفئة العمرية الصغيرة لتحضير حملة المخيمات الصيفية لسنة 2024. نجاح مميز لحملة المخيمات، كفاءات المهرجانات الكثيرة ممكن. هذا لقاء تقييمي لموسم لحملة اصطياف للشباب يعني في 2024، هذا حتى نشوفوا يعني كل ايجابيات نتمنوها وبعض النقائص حتى نتفاداوها في الموسم القادم ان شاء الله. وطلبت من المدراء والمعنيين بتحضير هذه الحملات الصيفيه لابنائنا انهم يعني يباشروا الان تحضيرا للموسم المقبل ان شاء الله. هذه السنه لاحظنا فيه تحسين من حيث الاداء، وسنعمل ان شاء الله جاهدين من خلال هذه الجلسة التقييمية لتدارك إن كانت هناك نقائص، على أن تكون إن شاء الله سنة 2025 إن شاء الله سنة ناجحة بامتياز. نثمن العمل لهذه السنة أننا دخلنا في التحول الرقمي اللي يؤكد عليه وينص عليه السيد رئيس الجمهورية، وهذا انطلاقا من تسجيل أبنائنا على مستوى مديرية الشباب، أيضا على مستوى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. فتحنا أرضيات خاصة لتسجيل أطباء وممرضين نفسيين، وهذا قصد تسجيلهم في المنصة الرقمية بغية المشاركة في المخيم الصيفي لسنة 2024. ما يخفاكمش أن الجانب التربوي هو في حد ذاته يعني أهم شيء وأهم ركن، اللي باعتبار أنه هذه من المراكز يعني راهي مشات لتربية نشأ كبير، كذلك يعني تحضير للموسم المقبل، لأنه السيد الوزير أعطى تعليماته فيما يخص التكفل من الآن يعني فيما يخص تحضير هذه المراكز التي لازم أن ترتقي، وجب أن ترتقي إلى مصف يعني مدارس تكون يعني أطفال يعني باستغلال فترة الصيف نتاعهم.